We part 3 من كمل synthesis of organic matter. Synthesis يعني تصنيع. وهذا التصنيع للorganic matter بيصير كمان inside the cell. يعني السل مش بس بتاخد nutrient وبتصنع لي energy، لا بتصنع كمان organic matter. هلا بدنا نشوف شو يعني organic matter or in the form of what these organic matter. Cells of the body continuously make use of a nutrient. يعني هي عم تستخدم النيوتريانت اللي عم ناكلهم، طبعا الاكل اللي عم ناكله اللي عم بتحول لنيوتريانت وبينتقلوا للسيلز باي ذا بلاد، عم تستخدمهم لهودي النيوتريانت. some of which serve to form new organic matter. مش طبعا كل النيوتريانت عم نعمل منهم انرجي، مش كل النيوتريانت عم نصنع منهم طاقه. أكتر النيوتريانت يلي منصنع منهم انرجي أو طاقة هن الكربوهيدراتس، يعني اللي فيهن جلوكوز، ماشي، and sometimes the lipids الدهون، بينما الفيتامينز الموجودين بالفواكه وبالخضرة، الأمينو أسيد يلي موجودين باللحمة والدجاج والسمك والاشياء الثانية يعني، والبيض بالاكل، يعني هيدول ما بيعملوا energy، ما بيعملوا طاقة، بس بيصنعوا عنا in our body new organic matter. نسأل حالنا من وين السلايفا بتمنا بتجي، من وين الهرمونات بجسمنا بيتصنعوا، من وين الانزيمز، كل الانزيم اللي درسناهم بتشابتر 1 من وين اجوا، كيف اجوا، هودي السلز صنعوهن inside my, our bodies. طب من وين صنعوهن السلز؟ من الأكل يلي انتو عم تاكلوه. Okay? This is called assimilation. هيدي عملية تصنيع الorganic matter اسمها assimilation. Nutrients involved in this process are the amino acid. طبعا الأمينو أسيد يلي بتجي من أكل اللحمة، الدجاج، السمك، الحبوب، عدس، فول، حمص، كلهم هودي الحبوب فيهم بروتينز، والبروتين بيتكسر الأمينو أسيد as we know. Also the egg، البيض، and the fatty acid. The fatty acid that is found inside the lipids، موجودين بالدهون. The production of a new matter، هيدي النيو ماتر بتخلينا، شو بتخلينا؟ to grow. نحنا يعني مثل ما اتفقنا قبل، مش بس بدي energy لحتى عيش، بدي اكبر. نحنا بناكل لنكبر، لنطول، لننمو. renewal of the cells. اذا نحنا our cells لازم تتجدد. ليه تتجدد؟ اذا انجرحنا راح كتير cells in our body، فهودي بيتجدد وبيطلع مطرحهم cells جداد. and putting in reserve certain substances such as lipid. وكمان بتخزن بعض ال substances مثل lipids، بتخزنهم، ما بتستخدمهم هودي lipids، بتضل مخزنيتهم عشان إذا إجا شي يوم كنا صايمين، مثل ما نحنا بنصوم هلأ برمضان، جايين على رمضان، راح يكون في وقت كتير طويل ما عم ناكل فيه. هيدا الوقت الكتير طويل يلي ما عم ناكل فيه بجسمنا مخزن شوية lipids، بيستخدمون هودي السالز لحتى يخلوكن شوي active، بتضلكن يعني active مش ميتين، لا بتضلكن active. okay so cell use nutrient in order to form a new matter such as proteins. okay so هيدا الكابيلاري حامل النيوتريانت، النيوتريانت فاتت على our cells، على الخلايا بجسمنا. عمل عملية الاسيميليشن. شو يعني اسيميليشن؟ هو كلهم للحفظ. formation of a new matter يعني عم يتصنع عنا مواد جديدة. assimilation يعني formation of a new matter. تصنيع هيدي النيو ماتر بدها energy، يعني السلز عم بتصنع energy، ومن هالenergy عم بتعمل عملية الاسيميليشن. ما بتصنع، ما بتعمل assimilation غير energy، هي بدها energy. والenergy من وين جاي؟ من السكر اللي بتاكلوه، اوكي، من الجلوكوز. يعني هودي building up proteins، building up proteins، build your muscles، بصير في عندكم muscles، عضلات، reserves،
شو يعني؟ بتخزنوا، عشان إذا سبق وما أكلنا وصايمين كنا بنرجع بنستخدمهم. Proteins like that is exported outside the cell. هودي البروتينز مثل شو؟ Enzymes, hormones, antibodies. So كل الانزيمز بجسمنا، كل الهرمونز، كل الانتيبوديز كلياتهم are made up of a protein. شو يعني بروتين؟ يعني هو chain، سلسلة من الأمينو أسيد. طب الأمينو أسيد من وين جاي؟ من السماء؟ من الهواء اللي عم نتنفس؟ ولا جاي من الأكل يلي عم ناكله، اللي فيه لحمة، فيه دجاج، فيه سمك، فيه حبوب، فيه بيض، من الأكل يلي أنا عم باكله. سو أنا باكل هالأكل بصير في عندي انزيمز، بتصنع عندي الانزيمز، الهرمونز، الانتيبوديز، يعني كل شيء inside your body هو من الأكل اللي أنتوا عم تاكلوه والأكسجين يلي عم تتنفسوه. حياتنا بلا أكل ما في حياة، منموت. أكل وأكسجين منضلنا عايشين. أوكي؟ أوكي، فاين. هلأ summary، يعني اختصار لكل شيء حكيناه. بهيدي summary بدها تنكتب على دفتر البيولوجي وتنحفظ مثل اسمنا. أوكي؟ During our whole life، بحياتنا اليومية، our bodies need energy. أجسامنا بدنا energy لندرس، لنتحرك، لناكل، لنمشي، لكل شيء، لكل الactivities اللي بنعملها. To function all our daily activities، لحتى نعمل كل الactivity اليومية. Moreover, it need protein to grow up. جسمنا مش بس بده energy، بدنا ننمو، بدنا نكبر، بدنا بروتين to grow up and recover the regularly lost tissues. والتشو أو السلزين اللي احنا خسرناهن من الجروحة، لما انجرحنا نحنا خسرنا سلز، أو دي السلز بيتجددوا بجسمنا وبيرجع الجرح غير شكل طبيعي. So for these reasons، لهيدي الأسباب، our cells are full time job trying to give up to give us what we need by these two metabolic cellular reaction. Okay. عشان هيدول التو ريزن، لحتى يصير عنا انرجي يعني ونتحرك، ولحتى ننمو ونكبر، لازم يكون في عنا تو reaction بجسمنا. Our reaction اللي بتعمل لي انرجي، يلي بتصنع لي انرجي، شو اسمها؟ Oxidation reaction. It is a degradation reaction of a glucose or simple lipid in the presence of oxygen, both absorbed from the artery. شو يعني؟ Degradation reaction يعني عم نعمل عملية تكسير أو حرق للجلوكوز، للسكر، الجلوكوز أو الليبيد اللي هن simple يعني مش كبار، بوجود الأكسجين. الأكسجين موجود، بلا أكسجين ما بتصير الرياكشن. الهولي جلوكوز والأكسجين عم بيفوتوا عبر السلز، عبر الدم، عبر الأرتري، الشريان يعني، to produce metabolic nitrogenous waste، لحتى تصنع هودي الويست، الأوساخ، اليوريك أسيد واليوريا اللي رح تروح outside our body، رح تطلع بري جسمنا. الكربون دايوكسيد كمان رح يطلع بري جسمنا. شايفين الويست، الأوساخ والكربون دايوكسيد both released to vein، بيروح على الفين، لأنه كل شيء inside the vein بالveins بيروح outside the body. And energy which is used for heat، كمان بتصنع لي الانرجي. ليش؟ للحرارة. And any cellular activity like assimilation، وكل الactivities اللي هي cellular، يعني كمان الخلية بدها activity، بدها نشاط، لحتى ولا تصنع لي هرمون، ولا تصنع لي انزيم، ولا تصنع لي antibody. اوكي، كل الهرمونات بجسمنا، الانزيمات، السلايفا، كلهم هودي، الدموع بعيوننا، كلهم هودي
بتصنعن الخلايا الموجودة بجسمنا. من شو؟ من الأكل يلي بناكله. أوكي؟ تصنيع by the process of assimilation. It is the synthesis, تصنيع. Synthesis reaction يعني هي عملية تصنيع of a protein, la protein using amino acid or adipose tissue using fatty acid in the presence of energy. شو يعني؟ يعني أنا بستخدم الأمينو أسيد يلي أنا already كنت ماكليته باللحمة وبالدجاج وبالسمك والحبوب. أنا ماكلي proteins والبروتين inside my body, inside my stomach and small intestine تكسر الأمينو أسيد. الأمينو أسيد أخدوه الدم لكل السلز لكل خلايا جسمك. هودي الأمينو أسيد بيرجعوا بيتكونوا proteins, بس ما بيتكونوا قطعة لحمة, بيتكونوا هرمون وإنزيم وأنتيباديز, وممكن يتكونوا قطعة لحم يعني, لأنه نحن كعضلات كالإنسان إنه عنده عضلات ما هو لحم كمان, صح ولا لا؟ adipose tissue إذا شي مرة هيك انجرحنا وطلع من الجرح مادة صفرة, أوكي, شي أصفر اللون, هيدا الأصفر هو adipose tissue. هو معمول من lipids, من دهون. الصفار هيدا دهون. وطبعا هيدا الليبيد اسمه فاتي أسيد. طبعا هو بيتصنع بجسمنا, هي مثل انه غشاء عازل بين يعني الاكسترنال ميديوم وجسمنا, بيحمي جسمنا هيدا الاديبوز تيشو. طبعا بوجود الانرجي, هيدا هون كان بوجود الاكسجين والنيوتريان بيتصنع عنا انرجي. هون الامينو أسيد الامينو اسيد والاديبوز تيشو بينعملوا يعني هرمون وبروتين وانزيم بوجود الانرجي. اوكي, proteins used for building up the cells. يعني ليش نحن بنستخدم البروتين؟ لحتى build up the cell. And called cellular protein or exported out to the blood to function. يعني هن cellular protein اللي هن الانزيمز والهرمونز والانتيباديز, and called functional protein. إذا كانوا هودي البروتين ضلوا موجودين بالخلية, يعني هن عم يعملوا structure, عم يعملوا شكل للخلية, بيكون اسمهم structural. شو بيكون اسمهم؟ cellular protein. بينما إذا طلعوا بريت الخلية مثل الهرمون بيطلع بمش بضل بالخلية, الانزيم بيطلع, الانتيبادي بيطلع, الانتيبادي اللي بيلقط البكتيريا بجسمنا كله بيطلع بريت الخلية وبيفوت على الدم ليلقط البكتيريا, انزيم ليكسر الأكل, هيدا الهرمونز كمان إلهم functions, كلهم هودي اسمهم functional protein. Hope you understand our lecture. هيدي هي lecture, هيدي الصفحة بدنا نكتبها على دفتر البيولوجي ونحفظها كتير منيح ونقرأ الموجودين بالكتاب يلي أنا شرحتهم قبل. أوكي؟ okay?